عبد الله الشامي، عبد الله الشامي مشي ليه؟ يعني الناس قالت طب ما كان موجود وكان صغير في السن وكان ممكن يبقى بديل كويس في الفترة دي، ليه مشي يا كابتن ايوب؟ يعني عبد الله يمكن جه الراجل يعني كان مزاج معانا في التمرين وبنشوفه دايما باستمرار وكده، وما راجل يعني ما اخدش الفرصه، والفرصه كانت موجوده في يعني احنا يمكن كان في مسافه بينه وبين الناس اللي موجوده يعني. يعني هو ما اخدش الفرصه عشان هو ما اخدش من يعني ما جابهاش لنفسه، ما اقنعكوش لدرجه انه تدوا له الفرصه، مفهوم؟ يعني من خلال تواجده مع الفرقه لا كان في مسافه بينه وبين الناس اللي موجوده. طيب يعني سمعنا عن علي لطفي، هل الاهلي فعلا محتاج لحارس مرمى؟ والله احنا عندنا ثلاث حراس على مستوى بالظبط، يعني انا حاسس انه اي حد فيهم بيشارك بيظهر مستوى كويس، واخيرا يعني الشناوي لما شارك ماشي الحمد لله في خطى ثابته، ولكن يعني الاجتهادات انا بقول لك الاجتهادات كتيره جدا في كل اتجاه، وانا صعب اركز معاها وصعب اجاوب على كل حاجه اكيد. لكن هو هل عشان احمد عادل قرر انه يروح المقصه فانت بالنسبه لك لازم تتعاقد مع حارس ثالث؟ وانا بقول لك بس الموضوع احمد عادل لسه ما انتهاش برضه بالظبط الكلام طبعا يعني، فانت انت برضه لازم تبقى يعني بتدير الموضوع وبتفكر في كل الاتجاهات يعني.